أسعد الله صباحاتكم بكل الخير مشاهدينا الأحبة. ومثل ما شفنا اللقطات الماضية، يعتبر البودكاست برنامج صوتي إذاعي مسجل يتكون من سلسلة من الحلقات التي تتحدث في مواضيع شائقة، مواضيع مهمة تهم الشباب بشكل عام. الآن أصبحت الازدحامات المرورية تعتبر الوقت أو وقت ذروة استماع البودكاستات اللي صارت الآن منتشرة بشكل كبير. حديث شائق برفقة سالم بن بشير الريامي، صانع ومحتوى، صانع محتوى ومو معلق صوتي في نفس الوقت. كل عام وانت بخير وحياك الله معانا في قهوة الصباح. أهلا وسهلا محمد، صباح الخير خديجة، حياكم الله. كل عام وإحنا كلنا بخير، كل عام وإحنا أكثر عطاء لهذا الوطن وأكثر مسؤولية تجاه هذا الوطن. بإذن الله. بإذن الله. كل عام وانت بخير سالم، نورتنا وشرفتنا في قهوة الصباح وبالتحديد بالاحتفاء بيوم الشباب العماني. وسالم، ماذا يمثل لك تخصيص يوم الاحتفاء بك شاب عماني منجز؟ شكرا خديجة. بالنسبة لي هذا اليوم هو هدية لي أنا كشاب عماني. هذه الهدية تحمل قيمة كبيرة، تحمل رسالة أيضا، وتحمل رمزية مهمة بالنسبة لي. هذه القيمة تتمثل في مسؤوليتي أنا تجاه هذا الوطن. أكيد. وكون الأوطان كلها تقوم على سواعد الشباب وأفكارهم واجتهاداتهم ومساعيهم في الحياة عموما وفي كل تخصصاتها. فبالنسبة لي هذا اليوم يذكرنا بأدوارنا تجاه الوطن، المجتمع. نعم. تجاه البلد عموما. جميل جدا. إذا بنخوض مباشرة في حديثنا عن البودكاست أو عالم البودكاست اللي صار منتشر بشكل كبير حاليا. أنت سالم من الشباب اللي نقدر نقول الأوائل في السلطنة تميزا في مجال البودكاست. نتكلم عن العالم هذا بشكل عام، بعدين راح نخوض في تفاصيل أخرى. انت تحدثت محمد، سبقتني في الحديث عن البودكاست، تعريف حاجة البودكاست بسيطة. البودكاست مثل ما تفضلت يعني شرحته بطريقه رائعه جدا، هو عباره عن سلسله من المحتوى الصوتي موجود على الانترنت وتحديدا على منصات البودكاست. نعم. احنا نتحدث عن ابل بودكاست، نتحدث عن جوجل بودكاست كذلك، وهي اكثر المنصات انتشارا لدى الجمهور، جمهور البودكاست. نعم. الان اصبح هناك رواج كبير للبودكاست سواء كمشتغلين صناع بودكاست وايضا مستمعين لهذا المحتوى. هناك محتوى كبير متاح لكل المستمعين بلغات مختلفه في مواضيع مختلفه، ويشبع رغبات واهتمامات يعني أطياف متعددة من المستمعين عموما يعني. جميل. وسهولة الوصول لهذا المحتوى تمنح هذا الانتشار. الآن يعني على الهواتف الذكية متاحة هذه التطبيقات والوصول. نعم. لكل هذه الحلقات سواء حلقات جديدة أو حلقات سابقة كلها متاحة بالإمكان الوصول لها بكل سلاسة وبكل سهولة بإذن الله. ممتاز. صحيح. من 2017 سالم، على حد علمي أنك بدأت في تخوض عالم البودكاست وتتعمق فيه أكثر، وإلى اليوم نحن في 2022، يعني إيش اللي جذبك فيه أو اللي شدك فيه وطورت نفسك وما شاء الله حصلت على شهادات من مختلف الدول؟ الحمد لله رب العالمين. فعلا من 2017 كانت بدايتنا الأولى. جميل. في صناعة البودكاست. نعم. في اعتقادي القدرة على الوصول للجمهور ما فقط المحلي، الجمهور العالمي. احنا الآن نصنع محتوى باللغة العربية، عندنا إمكانية وصول أكثر من 400 مليون متحدث باللغة العربية. صحيح. فهذه الإمكانية بالنسبة لي تجعلني أنا يعني تواق إلى أني أوصل محتواي لهذا الجمهور، خصوصا إذا ما تحدثنا عن يعني أولى مشاريعنا في البودكاست هو بودكاست قفير. نعم. بودكاست قفير يتحدث عن قصص ملهمة من عمان، يعني سواء شباب أو قصص نحن نعتقد أنها تستحق أن الناس تتعرف عليها. اليوم إحنا عندنا ثلث مستمعين على سبيل المثال من المملكة العربية السعودية. ممتاز. هناك جزء آخر أيضا ليس بالقليل من دول أخرى. نعم. فبالنسبة لي القدرة على الوصول لهذا الجمهور من خارج السلطنة يمثل أهمية كبيرة.
لا سيما الجمهور المحلي بطبيعة الحال أيضا هو ليس ببعيد وليس بغريب عن هذا المحتوى، هو يستمع له ويتفاعل معه وموجود بالقرب من هذا المحتوى. جميل جدا. أنت ذكرت الآن محتوى وتريد توصل للجمهور، الآن احنا نريد ناخذ سالم المستمع وليس سالم صانع المحتوى. أنت كمستمع كشاب عماني كيف يؤثر البودكاست عليك ويؤثر بك أيضا، وماذا تنتظر منه؟ اليوم محمد أنت أمام خيارات واسعة للاستماع. صحيح. كانت اهتماماتك رياضية، هناك خيارات واسعة. كانت اهتماماتك ثقافية، هناك أيضا خيارات واسعة. كانت اهتماماتك في القصص على سبيل المثال بشتى أنواعها، هي لها يعني لها خيارات واسعة في البودكاست، سواء كان محتوى محلي أو محتوى عربي عموما أو محتوى أيضا بلغات مختلفة. نعم. فاليوم مثل ما تفضلت في 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 تقديمتك لهذا اللقاء، الوقت اللي نقضيه في السيارة في الزحمة في طرقاتنا عموما، في يعني نقضي وقت طويل نوعا ما بحكم انه جغرافية السلطنة كبيرة، فبالتالي صحيح. نقضي مسافات كبيرة في الشوارع. نعم. فهذه مساحة زمنية احنا من الممكن انه نستغلها في التعرف على موضوعات جديدة، الاطلاع على قضايا مختلفة، قضايا تهمنا، قضايا ربما نريد نتعرف عليها بشكل اوسع واعمق. هناك دائما محتوى على البودكاست يشبع المستمع ويشبع الجمهور عموما. جميل. صحيح. طيب سالم، كونك صانع محتوى وأيضا من أوائل الأشخاص اللي دخلوا عالم البودكاست في السلطنة معنا وأيضا معلق صوتي، هل ترى من وجهة نظرك أن صاحب البودكاست أو من يريد الدخول في هذا العالم يجب أن يكون صوته مثلا مميز أو مختلف أو فريد، أم أنه هو يعتمد على أساسيات أخرى غير الصوت فقط؟ شكرا على السؤال خديجة. بالدرجة الأولى بالنسبة لك يعني كرأي شخصي، أنا أعتقد أنه أي حد يحمل فكرة معينة يعتقد أنه الناس يجب أنها تطلع عليها، فهو أمام 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 فرصة لنشر هذا المحتوى، ويعني إطلاع الناس على يعني خلفياته، ماهياته، تفاصيل حوله. نعم. كثير من الناس تتبنى قضايا محددة يعني. نعم. مع اختلاف القضايا وأطياف المشتغلين في هذا المجالات بإمكانهم في البودكاست إنهم يعني يوصلوا رسائل محددة ورسائل مباشرة للجمهور، وبالتالي يكون هناك نوع من التفاعل مع المستمعين مع الجمهور وإيصال هذه الرسائل. أصبحت الآن يعني البودكاست أصبح أسهل أمام أي حد بصراحة إنه يصنع محتوى ويوصل للناس. البودكاست منصة للمستمعين الباحثين عن العمق، الباحثين عن الثراء الثقافي، الباحثين عن المحتوى الجديد في 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 وسائل الإعلام. يا سلام. ليس بعيدا عن سؤال خديجة، ربما الصوت هو ركيزة أساسية، أحيانا تكون نبرة الصوت و تنوع درجات صوت وغيره. إذا اليوم أنا أريد أفتح قناة في بودكاست معين وأتحدث وأعطي محتوى معين، ما هي الأساسيات اللي أحتاجها لتكوين هذه السلسلة؟ رائع جدا. تتمة على السؤال السابق، هناك يعني الآن البودكاست، كيف جاء البودكاست؟ جاء لتسهيل وصول الناس وتسهيل وصول فكرة معينة إلى الناس والجمهور. جميل. فبالتالي أنت حرفياً بإمكانك تكون صانع بودكاست بالهاتف يعني. نعم. فالموضوع سهل إلى هذه الدرجة، ولكن تبقى هناك يعني عوامل أخرى ربما تعزز من وصول هذا المحتوى للناس وتعزز من انتشاره وقبول الجمهور لهذا المحتوى. على سبيل المثال يعني كان فيما سبق البودكاست هو يعني من شخص واحد، شخص واحد يعني يقوم بكل هذه الأدوار، الإعداد، الكتابة، التقديم، الهندسة الصوتية والإخراج والنشر والتسويق وغيره. الآن أصبحت تحول هذا الموضوع من هواية إلى صناعة، أصبح في فرق عمل، أصبحت في إمكانيات يعني محددة تحتاجها لصناعة محتوى على البودكاست أكثر جودة، ينافس المحتويات الأخرى وينافس المحتوى المتاح.
فبالتالي أنت تحتاج الآن إلى إمكانيات مختلفة ربما ما تتمكن بنفسك كشخص واحد أنك تغطيها، تقوم بها. فبالتالي هناك فرق الآن لإنتاج البودكاست. جميل جدا سالم، كونك خضت عالم البودكاست ما شاء الله من 2017 وإلى الآن ما زلت مستمر في، ماذا أضاف لك، ماذا أضاف لشخصية سالم سواء كان في حياته الاجتماعية أو حياته العملية، إيش اللي غير فيك البودكاست؟ والله الكثير الكثير الكثير، يعني يكفي أنه أحياناً يعني فقط نتوقف قليلاً عن 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 الحلقات، تجينا ردود أفعال إنه ننتظر حلقاتكم الجديدة، وينكم، ليش متوقفين؟ أحياناً خديجة توصلنا ردود أفعال من خارج السلطنة يقولون يعني ملاحظات مثل يعني شكرا عرفتونا على لهجات عمانية، سلام، شكرا عرفتونا على شخصيات إحنا يعني ما كنا نعرفها. أحياناً خديجة توصلنا ملاحظات من آباء يقولون أن الشخصيات اللي أنت تستضيفوها شخصيات إحنا نعتبرها قدوة. بعض الأحيان يعني أمس واحدة من الملاحظات اللي جاتني أنه أنا كنت أستمع الحلقات مع أبنائي، فبالنسبة لي هذا 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 هو المكسب الحقيقي، أنه إحنا نكون نوصل لهذه الشرائح ولهذا النوع من الناس، نوصل للأطفال، نوصل للكبار، نوصل للشباب، وتوصل الرسالة الأساسية اللي أنتوا تريدوها. تماماً، أكيد تماماً. يعني والله للأمانة خديجة إحنا كانت في بالنا رسالة معينة، اكتشفنا فيما بعد أنه رسائل. الحمد لله رب العالمين، بتيسير من رب العالمين أنه صارت هناك أشياء أخرى إحنا قدرنا نوصلها. الحمد لله الحمد. هو دخول للمنازل بدون استئذان، يعني الحمد بمحتوى لله. جميل الحمد رائع. لما تذكر لك أم أنه تستمع لمحتوى بوجود أبنائها فهذه قمة الثقة، أن هذا المحتوى أنا أريد أوصله لكم. كنت أريد أسألك أنا عن الإقبال، فأعطان يعني جات الإجابة منك في السؤال السابق أن الإقبال صار كبير. أنا أريد أتكلم عن البودكاست خليجيا ليس فقط في السلطنة، الآن صار منتشر بشكل كبير في على مستوى الخليج، ولا ما صار بعده؟ صحيح، هناك نمو كبير. إذا نتحدث على مستوى اللغة العربية، اللغة العربية هي ثاني أكثر لغة نمواً على منصات البودكاست عموما، فهذا يعطي مؤشر انه صناع المحتوى العرب جالسين يبذلوا جهود كبيره في انهم يصنعوا البودكاست ويوصلوا هذا المحتوى لجماهير واطياف متنوعه من مجتمعاتهم. اذا ما تحدثنا عن المحتوى الخليجي فهو يعني محتوى يعني قد يكون هو المحتوى اللي يقود المحتوى العربي تحديدا. فهناك صناع محتوى ما فقط هو، ولكن أصبح الموضوع إلى صناعة، هناك شركات في إنتاج البودكاست، ممكن نسميه مهنة، أصبحت مهن هناك محمد. يعني تحدث عن يعني شبكات لصناعة البودكاست توظف أشخاص تحديدا لصناعة البودكاست، توظف مهندسي صوت، توظف مذيعين، كتاب، معدين، مسوقين، مشتغلين في شبكات التواصل الاجتماعي. هو حقيقة عالم يعني. أكيد. فهو حقيقة فعلا صناعة. فالآن إحنا نتحدث، إحنا الآن أمام فعلا ثورة حقيقية في صناعة المحتوى على البودكاست، وهذا الأمر أيضا ينعكس علينا هنا محليا. جميل. إذا ما أردنا الاستفادة من هذا التطور وهذا النمو وهذا هذا الحراك المتسارع تجاه صناعة البودكاست، فلا بد إنه يعني أيضا كمستمعين نستهلك هذا المحتوى، كصناع محتوى أيضا نستمر في صناعة المحتوى وإيصال هذا النوع من المحتوى للجمهور. جميل جدا، إذن هي رسالة عظيمة جدا يقدمها صانع البودكاست أو صانع هذا المحتوى لجمهوره، تبقى هنالك أمانة عظيمة داخل الإنسان يجب أن يوصلها بطريقة صحيحة. هل اليوم ترى أن البودكاست يؤثر تأثير مباشر على المستمعين أم هنالك يعني ما زال، يعني خلينا نتكلم محليا في السلطنة، ما زال هنالك يعني ما دخول كبير في الموضوع؟ كعلاقة مباشرة هذا واحد من مميزات البودكاست. نعم. الآن البودكاست خديجة كوسيلة للإعلام، الآن أنا لما أريد أستمع لأي محتوى أنا يعني أروح للتطبيق الأبل بودكاست أو جوجل بودكاست أو غيره من التطبيقات. نعم. وأبحث عن المحتوى وأروح أتابعه، لذلك أنا أتعمد أني أستمع لهذا المحتوى، هذا المحتوى ما يأتيني صدفة، أقصده بالضبط. فهذا القصد يمنح صناع البودكاست
علاقة خاصة مع المستمعين. نعم. بالتالي يعني أنا إذا أستمع الحلقات حلقة وراء حلقة وراء حلقة وراء حلقة، هذا يعطي نوع من العلاقة مع المستمع، يصبح المستمع يألف هذا الصوت، يألف هذا المذيع، يألف هذا البرنامج، يألف هذه الفكرة. صحيح. فبالتالي هناك تصبح علاقة فعلا حقيقية ما بين صناع البودكاست، ما بين والتأثير المستمعين. أكيد ما بينهم. لذلك هنا التأثير يصبح أكبر، يعني إجابة على سؤالك. نعم. يصبح التأثير أكبر، لذلك تصبح المسؤولية من المفترض أنها تكون أكبر. صحيح. تجاه هذا المستمع، تجاه الجمهور، تجاه المتابعين عموما. أكيد. جميل جدا، أنت أخذتنا في عالم البودكاست بشكل كبير ودخلنا في تفاصيله بشكل جميل جدا. وإحنا ما ننسى أن اليوم في مناسبة يوم الشباب العماني، نريد نسمع كلمة من صانع المحتوى سالم بهذه المناسبة للشباب العماني. والله إن كانت ثم كلمة أوجهها للشباب العماني يعني بشكل عام، وأيضا صناع البودكاست بشكل خاص، أنا أدعوهم لأنهم يعني يسمعوا صوتهم العالم. الآن إحنا اليوم إذا تكلمنا عن البودكاست تحديدا، هي منصة يعني مناسبة ومواتية لإيصال الصوت. نعم. للعالم، قصص من عمان، محتوى من عمان، ثقافة من عمان، كل هذه المفردات العمانية وثراءنا فيها يجب أنها تصل للعالم، يجب أن العالم يستمع لها سواء باللغة العربية أو بلغات أخرى، يمكن أن توصل هذه الثقافة إلى العالم. لذلك هذه دعوة مني إلى كل المشتغلين في صناعة المحتوى عموما، في صناعة البودكاست تحديدا، إلى أنه يصلوا صوتهم للعالم في تصميمهم، في كتابتهم، وفي يعني تقديمهم لمحتواهم، أنهم يعني يركزوا على العالم. شكرا جزيلا لك سالم بن بشير الريامي، صانع محتوى ومعلق صوتي، على هذا الحديث الثري معك، وكل عام وانت بخير مرة ثانية. شكرا، شكرا خديجة، شكرا محمد، يعطيكم العافية. شكرا لك. إذن مشاهدينا متواصلين معكم في قهوة الصباح بعد الفاصل، كونوا معنا.